السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاي لكم بفيديو مختلف تماما عن اللي احنا بنقدمه وعن المحتوى اللي انا بقدمه خالص. يعني جاي حاجة جديدة كده، قلت يعني اجربها معاكم، يمكن ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. هنعمل النهاردة شغل خرز كده بسيط على قدي، يعني لسه مبتدئة، حبيت الحاجة دي قوي بصراحة، يعني حبيتها وحبيت الحاجات اللي بتتعمل منها والأشكال بتاعتها، فقررت بقى ان انا يعني بصراحة اتعلم الحاجة دي وابتدي ان انا اشتغل فيها، او يعني اعمل شوية حاجات كده لنفسي بسيطة وسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة جدا فعلا، دي يعني للمبتدئين اللي لسه بيبدأوا. ده زي قاعدة كده للكوباية او لطبق او لاي حاجة، او ممكن تتحط في النيش او الكلام ده. معايا الخرز اللي انا هستخدمه هنا خرز مقاس 10، خرز سداسي مقاس 10، ومعايا ده خيط مقاس 70. طبعا الناس اللي بتشتغل في الخرز عارفة كويس قوي الحاجات دي، والحاجات يعني استخداماتها او انواعها ومقاساتها والكلام ده كله. ده خرز زي ما قلت لكم سداسي كريستال مقاس 10، وجبت الخيط اللي هو الخيط الصنارة مقاس 70 علشان تبقى الشغل جامد معايا، ما يبقاش يعني طري كده وسايب مني. قطعت جزء من الخيط كويس، يعني جزء كبير علشان يقضي معانا، ما الخيط ما يقطعش معانا في النص. وهاجي على الطرف اليمين وهبتدي ان انا اعمل غرزة سداسية. هجيب 6 خرزات باللون الازرق وهدخل في الطرف اليمين بال6 خرزات. زي ما قلت لكم هنعمل غرزة سداسية. احنا كده شغلنا كله في القاعدة دي او الكوستر او المفرش زي ما تسموه، كله غرز سداسية. نزلت الخرز تحت خالص في الخيط وهساوي الطرفين الخيط، اهم حاجة الخيط يكون متساوي، وهبتدي ارجع بالطرف اليمين اللي انا دخلت فيه بالخرز، هرجع بيه تاني في اخر خرزة دخلت فيها، وهكون حلقة كده، مش هرجع للاخر، هكون حلقة كده وهاجي بالطرف الشمال وادخل في الحلقة دي علشان اكون العقدة بتاعتي اللي انا هثبت بيها الغرزة. هكون العقدة، واهم حاجة ادخل بالعقدة جوه الخرزة. لو العقدة بره الخرزة هتلاقي الغرزة بتاعتنا فكة، مش جامدة معانا. كوننا الغرزة السداسية اهي، سهلة جدا وبسيطة، وخطوة بسيطة جدا جدا، مش معقدة ولا صعبة ولا اي حاجة. مطلوب مني دلوقتي ان انا اكون غرزة سداسية على كل خرزة في الغرزة دي، يعني دي غرزة سداسية هكون على كل خرزة فيها غرزة كمان سداسية. ترتيب الالوان بتاعنا عشان نعمل الالوان اللي قدامنا دي، 2 ابيض واحدة ازرق واتنين ابيض برضو في الطرف اليمين. هدخل ب5 خرزات، انا معايا واحدة عايزاهم يبقوا 6، هدخل ب5 خرزات، 2 ابيض واحدة ازرق واتنين ابيض، وبرضو هرجع بنفس الطرف اليمين ادخل في اخر خرزة، وهاجي بالطرف الشمال وادخل في الحلقة اللي انا كونتها واشد الخيط واكون برضو العقدة، واشد العقدة او اسحب العقدة وادخلها جوه الخرزة. اهم حاجة نشد الخيط كويس علشان الشغل يمسك معانا. دي خلصنا اول غرزة على اول خرزة، هاجي على تاني خرزة اعمل نفس الكلام، هجيب طرف الخيط الشمال وهدخل في الغرزة الخرزة التانية عشان اكون الغرزة السداسية التانية. يبقى كده الخيط بتاعي طالع من غرزتين، سوري من خرزتين، تمام. عايزة اكون غرزة سداسية، يعني عايزة كمان 4 خرزات عشان يبقوا 6. طالع معايا الخيط من خرزتين، هكون غرزة سداسية هحط 4 خرزات. ترتيب الالوان بالطرف اليمين ابيض ازرق ابيض ابيض، تمام. ده الطرف اليمين هحط فيه 4 خرزات بترتيب الالوان ابيض ازرق ابيض ابيض، وهاجي برضو بنفس الطرف اللي دخلت بيه هرجع في اخر غرز في اخر خرزة واكون حلقة، وبعدين اجي بالطرف الشمال وادخل في الحلقة واكون عقدة وادخلها جوه الخرزة.
تمام. طبعا كل الخرزه اللي معانا زي ما قلت لكم هكون على كل خرزه من الغرزه السداسيه دي غرزه سداسيه كمان. عملنا خرزتين، دي الثالثه دخلت برضو بالطرف الشمال في الغرزه في الخرزه اللي عليها الدور، وهاجي في الطرف اليمين ادخل باربع خرزات ابيض ازرق ابيض ابيض، وهعمل نفس اللي عملته في الغرزه اللي قبل كده. هرجع بنفس الطرف اليمين في اخر خرزه دخلتها واشد الخيط واعمل حلقه، وادخل بالطرف الشمال في الحلقه واكون عقده وادخلها برضو جوه الخرزه. اهو الشغل سهل جدا جدا، ولو اتعودتي عليه بجد هيبقى حاجه حلوه جدا وهتحبي. انا بصراحه بمجرد ما عملت اول حاجه حبيت الشغل فيه جدا، انا كنت فاكراه صعب بس فعلا لما تتعودي عليه يعني لما تتعلميه هتتعودي عليه. هكمل بقى الثلاث خرزات اللي فاضلين بنفس الطريقه. هاجي بقى عند الخرزه الاخيره عشان اطلع اقفل الدور ده واطلع في الدور اللي بعد كده. اهو اخر خرزه هدخل بالطرف الشمال في اخر خرزه في الغرزه السداسيه اللي تحت دي، وكمان هدخل في الخرزه المقابله ليها اللي هي الخرزه البيضاء المقابله ليها، تمام، عشان اقفل الدور ده واطلع في الدور اللي فوق. هدخل في الخرزه المقابله ليها اهي، يبقى كده الخيط بتاعنا طالع من ثلاث خرزات، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات خرزات. يبقى انا كده عايزة تلات خرزات عشان اكملهم ستة. هاجي برضو في طرف الخيط اليمين وهحط برضو الخيط الخرز بترتيب الالوان ابيض ازرق ابيض، انا عايزة تلات خرزات بس عشان اكونهم ستة، تمام. هرجع برضو بطرف الخيط اليمين في اخر خرزة دخلناها هعمل حلقة، وبطرف الخيط الشمال هدخل في الحلقة دي واشد الخيط كويس واعمل عقدة وادخل العقدة جوه الخرزة. زي ما قلنا لكم اهم حاجة ان العقدة تدخل جوه الخرزة، اول ما تدخل جوه الخرزة هتلاقي الغرزة مسكت معاكي وجمدت، وهنشد الخيط كويس. اهو زي ما احنا شايفين كوننا كده الدور اللي تحت، هنطلع بقى في الدور اللي فوق. معايا هنا خرزتين مع بعض اهم، البيض والخرزه الزرقاء دي لوحدها. هكون برضو غرز سداسيه، بس المره دي هعمل غرزه سداسيه على اتنين وغرزه سداسيه على واحد، يعني غرزه هتقوم على خرزتين وغرزه هتقوم على خرزه واحده. الغرزه دلوقتي اللي انا هعملها اللي هي الغرزه السداسيه على اتنين اللي هما الاتنين البيض دول، هدخل طرف الخيط الشمال في الخرزه البيضه الثانيه، هيبقى الخيط طالع معايا من خرزتين اللي هما البيض دول. هاجي في الطرف اليمين وعايزه اربع خرزات علشان اكونهم سته. الترتيب الالوان ازرق ابيض ابيض ازرق، طبعا الالوان دي حسب ذوقكم وحسب الالوان اللي انتوا بتحبوها. وهرجع برضو بطرف الخيط اليمين اللي انا دخلت بيه في اخر خرزة، واجي بطرف الخيط الشمال ادخل في الحلقة واشد الخيط واكون عقدة وادخل العقدة جوه الخرزة. معايا دلوقتي كونت اهي الغرزة السداسية على اتنين، هعمل غرزة سداسية على واحد على الخرزة الزرقاء اللي لوحدها دي. هاجي بطرف الخيط الشمال ادخل في الخرزة الزرقاء دي اهي، وعايزه اتكون بقى غرزه سداسيه. معايا هنا الخيط طالع من خرزتين اللي هما الخرزتين الزرق دول، هكون بقى الحلقه اللي هي او الغرزه اللي هي هتبقى كلها اللون الازرق. معايا خرزتين زرق هكملهم سته، احط اربعه في الطرف اليمين زي ما اتعودنا، وهرجع برضو زي ما احنا بنعمل طرف الخيط اليمين هرجع في اخر خرزه دخلناها وهنعمل حلقة، ونيجي بطرف الخيط الشمال ندخل في الحلقة ونكون عقدة، نشد الشغل كويس ونشد العقدة ندخلها جوه الخرزة، تمام.
العقدة، انا بوريكم، احاول اوريكم العقدة اهي، بشدها كويس اهي، ادخلها جوه الخرزة عشان الغرزة تمسك معانا. دلوقتي الدور على الغرزة اللي بعدها اللي هي سداسية على 2، طرف الخيط طالع اهو معايا من الغرزة دي، من الخرزة دي، هدخل طرف الخيط الشمال في الخرزتين البيض اللي جنب بعض دول عشان اعمل السداسية على 2، تمام اهو دخلتهم في الخرزتين البيض. هاجي في طرف الخيط اليمين، هدخل بقى ترتيب الالوان بتاعتنا اهو زي ما كنا بنقول، ازرق ابيض ابيض ازرق. دلوقتي معايا 3 خرزات، هحتاج 3 خرزات عشان يبقوا 6، هدخل بالخرزة ابيض ابيض ازرق، ده ترتيب الالوان. لازم يعني لازم ترتيب الالوان ده يعني نحفظه كويس او نفهمه كويس علشان ما نتلخبطش ونضطر ان احنا نفك الشغل تاني. يعني هنمشي غرزة كده عشان لازم تحفظي الالوان من اول غرزة عشان تمشي صح، تمام اهي. كونا الغرزة دي السداسية على 2 اهي بالشكل ده كده. الدور دلوقتي على الخرزة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها اللي هي سداسية على 1، هدخل بطرف الخيط الشمال في الخرزة الزرقاء لوحدها دي معايا كده، الخيط طالع من خرزتين، هاجي في طرف الخيط اليمين ادخل ب4 خرزات ازرق عشان يكملوا 6، وارجع بطرف الخيط اليمين في اخر خرزة دخلناها ونكون برضو الحلقة، ونيجي بطرف الخيط الشمال ندخل في الحلقة ونعمل العقدة ونشد العقدة ندخلها جوه الخرزة. انا سرعت الفيديو بس شوية علشان ما طولش عليكم الفيديو ويبقى سهل معاكم. الغرزة اللي بعد كده برضو سداسية على 2. خلصت بقى كل الغرز اللي معايا عشان ما طولش عليكم، هاجي في اخر غرزة خالص اهيا اللي هي اخر خرزة زرقاء معايا هنا دلوقتي، طرف الخيط طالع من خرزة، هدخل في الخرزتين اللي قصاد بعض، الخرزة الزرقاء دي بالطرف طبعا الشمال، هدخل في الخرزة الزرقاء دي وهدخل كمان في اللي قصادها الزرقاء كمان اللي قصادها عشان بقى خلاص اقفل الدور بتاعنا خالص. كده انا خرجت من الخرزتين اللي جنب بعض او اللي مقابلين لبعض، يبقى الخيط طالع معايا هنا من 3 خرزات، 3 خرزات باللون الازرق، عايزة كمان 3 خرزات عشان اكملهم 6. هاجي في الطرف اليمين واحط 3 خرزات ازرق. انا اختصرت معاكم بصراحة الفيديو، يعني عملت غرزة واثنين وثلاثة وكملت كله علشان ما طولش عليكم الفيديو. هرجع بطرف الخيط اليمين في اخر خرزة نعمل برضو الحلقة، ونخش بالطرف الشمال ونشد ونكون العقدة وندخل العقدة جوه الخرزة. كده احنا خلصنا القاعدة بتاعتنا او الكستر زي ما تقولوا او المفرش بالشكل ده الجميل ده والالوان الحلوة دي. طبعا الالوان زي ما قلت لكم حسب اختياركم. هبتدي دلوقتي ان انا عايزة اتخلص من الخيط الزيادة، مش هقطعه بس كده على طول، لا هرجع بالخيط تاني في الخرز بنفس الطريقة اللي احنا يعني نمشي في الخرز كده لحد ما نقابل طرفين الخيط ببعض علشان نربط بقى الخيط ونكون عقدة في الاخر كده عشان الشغل يمسك معانا. هفضل امشي بالخيط لحد ما اقابل الطرفين الخيط مع بعض، انا قابلتهم وكمان عملت العقدة ودخلت العقدة جوه الخرزة عشان ما تبقاش باينة وعلشان الشغل يمسك معايا، وهبتدي اتخلص بقى اهو من باقي الخيط بتاعي اهو. المقص سنه رفيع، يعني لو زرادية كمان هتقطع معاكي، مش هتبقى سايبة اثر لاي خيط خالص. زي ما احنا شفنا كوننا مفرش جميل صغير كده، او زي ما قلت لكم قاعدة للكوباية، حلو جدا جدا وشكله لذيذ وحاجة سريعة اهو زي ما وريتكم. ينفع يتحط يعني تحت كوباية، او ممكن تحطيه في النيش، او ممكن تحطيه على اي صينية تقديم او اي حاجة، هيدي شكل حلو جدا جدا.
بجد الشغل ده حلو جدا وممتع، لو جربتوه والله والله مش هتبطلوا ان انتوا تشتغلوا فيه. لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم والفكرة الحلوة دي عجبتكم وعايزيني اكمل فيها، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.